اهلا بحضراتكم من جديد، وصلنا معاكم للفقره الحواريه الثالثه والاخيره في الاهلي الليله، ومعانا ايضا احد نجوم النادي الاهلي وهو الكابتن احمد حسن استاكوزا. هنتكلم معاه اكيد في السؤال الاجباري وهو مباراه الاهلي والزمالك والقمه رقم 118، ونتكلم معاه بشكل عام بقى عنه وعن تاريخه وعن انجازاته وعن بطولاته مع النادي الاهلي والفتره اللي كان موجود فيها العديد والعديد من النجوم. كابتن احمد برحب بيك. اهلا وسهلا بيك يا عمر. ازيك يا كابتن احمد؟ الحمد لله تمام، ربنا يخليك يا رب. حبيبك كان موجود قبليك اهو. طبعا مسلم. كابتن ابو مسلم طبعا، انا كنت شايف اليونيفورم الجميل اللي انت كنت مستلمه. هنسلمه بعد الحلقه، طلع هنسلمه بعديها على طول. انا شايف ان في يعني في المعامله في فرق، يعني انا ما خدتش ما حدش اداك حاجه صح؟ لا خالص. المره الجايه كابتن بس وعدوني وعدوني. اكيد ابو مسلم اكيد طبعا، يعني بلغه الكوره كان دمه خفيف في الملعب. طبعا كان فقري في لغه الكره زي ما بنقول. طبعا جدا، كان ليه دايما افهات طبعا بتحصل في اوقات غريبه جدا، لان كان بتحصل ساعات في مباريات، في طبعا اغلبها كانت بتبقى في المباريات اللي هي بتبقى مباريات وديه يعني. عمل لك ايه طيب؟ دبسك في ايه؟ ابو مسلم يعني ليه برضه مواقف كده بتبقى ليها علاقه دايما بحته ان هو دايما فورمه، فدايما كان يجي قبل الماتش عشان خاطر يفوق نفسه، فدايما يقول لابو مسلم ريشه، يعني عايز ابو مسلم ريشه، اديله الكوره كتير، اديني الكوره كتير قدام وجهي كده. على طول بتقلبه بالظبط، بتقلبه بالظبط. كنا بنلعب مباراه، كانت مباراه وديه، كان في بطوله وديه في مصر. انا اعرف كده بقى، كنت طلعتك معاها بس ما اعرفش. لا ده الحمد لله ان انا ما طلعتش معاها يعني. والله لا عارف. لا الحمد لله، لا الناس برضو مش محتاجه تشوف الصوره دي طبعا، احنا عايزين نوريهم صوره ثانيه، لان ابو مسلم لو اجتمعنا مع بعض طبعا مواقفه. طب هاي الماتش الودي عملتوا ايه؟ والله احنا كنا بنلعب، كانت المباراه دي كان في باك رايت كان سريع شويه كده، وكان ابو مسلم في المباراه دي طبعا كان مديني مقدمه كبيره جدا. ابو مسلم فايق، ابو مسلم ريشه، اديني كتير اروح عليه. فالمهم ان هو كان في كوره كانت ناحيه اليمين، هو كان زايد فبيعمل العرضيه، فالمهم ان الكوره خبطت في رجل اللعيب، الولد سريع جدا فزق، فابو مسلم بيجري مع الولد زق جامد قوي، فطبعا طلع منه مصطلح ما ينفعش يطلع في الملعب، فلقيته واقف وهو بيجري وعمال يقول لي حلق عليه حلق علي. فانا ابتسمت ضحك طبعا، الخواجه طبعا كلمني من الشوطين قال لي انت بتضحك في الملعب، فما بقتش عارف ابص لابو مسلم مش عارف اقول له ايه، اقول له انا بيقول لي حلق عليه. طبعا دي كان ليه مواقف، كان دايما الحاجات دي ولا كتير. لا مش حلو والله العظيم، مش طبيعي في الملعب. وبعدين بيقولها بشكل يعني بجد احساسه، انت جدع، انت جدع، حل عليه حل عليه. قلت له ما حل عليه، ورحت انا بضغط عليه وانا بضحك، يعني انا رايح بضغط عليه، فانا ضحكت في السكه طبعا. فخواجه بدا يتكلم معايا ان الموضوع مش عشان مباراه وديه او كده يبقى في ضحك، وانا مش عارف اقول له. دبسك معاه مستر منوش، ما هو اترجم له ازاي حل عليه؟ عايز اترجم له لا بالعربي ولا بالبرتغالي. طب كابتن احمد، اكيد ماتش الاهلي والزمالك تابعته، اكيد اتفرجت عليه، قمه يعني كتير سموها بمسميات مختلفه، هي مباراة الاحتفال وتأكيد انتصار الأهلي فوزه بلقب الدوري، في القمة معنوية، في القمة نفسية، في القمة رد الاعتبار لنادي الزمالك علشان خاطر يعوض جمهوره عن بطولة الدوري، لكن أكيد أنت تابعتها وشفتها بطريقة مختلفة، عايز أعرف شفتها إزاي وتابعتها إزاي، وممكن يعني تتكلم معاه في نقاط بشكل عامل إزاي فنية في مباراة الأهلي والزمالك. والله انا شايف ان هي المباراه لما كل النقاط اللي انت اتكلمت فيها ديت، هي مباراه بالنسبه لنادي الزمالك مباراه ثأريه، بالنسبه لنادي الزمالك عايز يثبت ان هو كان الاحق في الفتره اللي فاتت دي كلها بالدرع الدوري. النادي الاهلي بالنسبه له كان تتويج لتتويجه بالدوري، بيختم سيزون، حابب يبتدي يبدا فتره الاعداد في ارتياحيه، في مصالحه مع الجماهير اللي كان بيسعى ليها النادي الزمالك من اتجاه الدوري، هو نفسه برضو كان بيسعى ليها النادي الاهلي من اتجاه بطوله افريقيا، لخروجه بطوله افريقيا بالشكل ده. امور صعبه جدا طبعا مرت في الفتره ديت، عدد المباريات، المؤجلات، عدد الاصابات، الفتره اللي كانت فيها الاصابات اللي كانت عاليه جدا في النادي الاهلي، ان النادي الاهلي يلم نفسه في الفتره القصيره ديت ويقدر يرجع تاني بعد فرق 8 بونت، ان هو يرجع يفنش السيزون بفرق 8 بونت، طبعا دي حاجه طبعا تحترم جدا للعيبه وتحترم جدا لمجلس الاداره وتحترم جدا للجهاز الفني. بغض النظر عن الامكانيات الفرديه، احنا طبعا عارفين ان احنا عندنا لعيبه امكانيات طبيعيه ان هي تاخد بطوله افريقيا كمان، ولكن برضو ما ننساش ان احنا كنا لعيبه كوره، عارف يعني ايه ضغوط عليك انك انت ترجع علشان خاطر مثلا فتره يناير، انك انت في 8 ماتشات مثلا على الاقل محتاج انك انت تكسبهم، هو الخصم حسمهم اصلا، يعني انت محتاج تكسب 8 ماتشات عشان تبتدي تبدا الديربي جديد مع الفريق اللي هو الخصم التقليدي بتاعك. فطبعا انا شايف ان هي كانت مباراه بتلخص كل الكلام ده، توفيق للنادي الاهلي في ظل غياب بعض الفنيات شويه اللي احنا متعودينها من النادي الاهلي،
بحكم رؤيتنا للمباراه دي، لان دايما المباراه دي بتبقى مباراه خاصه تماما، وزي ما انت قلت كم الدوافع اللي هي عند الفرقتين بعيدا عن البنات. يعني النهارده 3 بونت ما يمثلش اي حاجه الفريق من الخصم من الاثنين، 3 بونت الموضوع محسوم والدوري محسوم والترتيب كمان محسوم. فاذا في دوافع تانية، كل تقريبا الدوافع اللي انت اتكلمت فيها دي كانت في المباراه، عشان كده خرجت المباراه فنيا يعني اقل شويه. كابتن احمد حسن السكوزا لاعب اهلي وزمالك، لكن حضرتك كنت انا دلوقتي اسالك سؤال عشان قلت لي قمه خاصه، هل فعلا القمه اهلي وزمالك وانت رايح كده اليوم اللي قبل المباراه، التدريب اللي قبل المباراه وانت رايح مع الاوتوبيس وبتشوف الجمهور في الشارع، الجمهور سامع صوته بره الملعب، المحاضره، الحماس، هل ده كان بيدي لك يوم مختلف او كنت بتستنى مباراه اهلي وزمالك علشان تبقى في الاجواء دي اللي مش بتتكرر غير مره واحده في السنه او مرتين، دور اول ودور ثاني؟ والله هي بالنسبه للاجواء ديت حته التكرير بتاعها ده، لانك انت تشارك اصلا، انت ممكن تفضل طول عمرك في اهلي وفي زمالك وفي الدوري وما تلعبش مباراه زي دي. طبعا مباراه زي دي ليها اجواء خاصه تماما، وبتحتاج شخصيات معينه في الماتشات دي، عشان دايما عشان كده دايما اللي بيحسم اللعيب اللي هو عنده ثقه او اللعيب اللي هو عنده الدافع اكبر. طبعا انا اول مباراه ليا كانت مباراه 4-2، كنت كان تقريبا خامس او سادس مباراه في الدوري، كنت لعبت قبلها ماتشين بس، كنت بدات العب اساسي قبلها بماتشين، وكانت اول مباراه ليا او اخر مباراه ليا العب في مركز ناحيه اليمين في المنطقه هجوميه او اخد واجبات هجوميه في المباراه دي. يمكن انا طول الوقت بلعب في نص الملعب، بلعب في حته الديفندر، كان مطلوب مني اداء بشكل مختلف، وده كان فكر مستر مانويل. ان كان طبعا انت فاكر طبعا نادي الزمالك جبهه الشمال كانت عامله ازاي، كان طارق السيد وطارق السعيد شيكابالا ابو العيلة محمد عبد الواحد، كانت الجبهه قويه جدا وكان دايما مميز بيها نادي الزمالك. فكان هو فكره ان هو يهاجم مش يدافع، ان هو يهاجم من المنطقه دي وفي نفس الوقت يهاجم بحد عنده الحته الهجوميه كويسه شويه، واساس واجباته واجبات دفاعيه بحيث ان هي في الحته الارتداديه دي. فطبعا كانت المباراه لما انا سمعت التشكيل كنت مستبعد تماما ان انا ممكن اكون في التشكيل، لان دايما كنت بسمع ان المباريات دي بيلعبها اللي لعب قبل كده عشان خاطر ما تبقاش الموضوع مثلا بالنسبه له ضغط نفسي او عبء نفسي او حاجه. فلما انا سمعت اسمي في التشكيل طبعا كانت بالنسبه لي دخلت الاجواء. طبعا خدت طبعا تكليف في مركز تاني غير مركزي، فطبعا ده عمل لي ضغط اكتر. احنا قاعدين في طبعا بتبقى قاعد في اوضه اللبس طبعا في ظل طبعا وجود الجماهير يختلف تماما طبعا عن المباراه اللي لسه طبعا متفرجين عليها قريب، طبعا بعيد عن الجماهير طبعا الموضوع مختلف تماما. الاجواء اللي انا بقول لك عليها دي كلها مرتبطه بنسبه 70% بالجماهير او بتواجد الجماهير. انت بتبقى قاعد تحت طبعا، حتى في المحاضره بتبقى سامع صوت الجمهور، فانت عايز تاكل النجيله. الاستاد اصلا بيتهز لما بيخبطوا برجليهم فوق، انت تحت في اوضه اللبس نفسها. طبعا انت عشت اجواء طبعا دي طبعا وشفت الحاجات دي. ده كابتن احمد قبليها بيوم اصلا الجمهور اللي بيكون في ملعب مختار التتش وبيتفرج عليكم وبيعزلكم في التدريبات اصلا يبقى تسخين بسيط كده لماتش القمه وال 60,000 اللي موجودين. بالظبط كده. فطبعا المباراه طبعا بتبقى واخده شكل تاني خالص، مشحونين جدا طول ما احنا قاعدين في المحاضره، متنازل بتسخن طبعا، انت مش احنا مش سامعين بعض حتى واحنا بنتكلم مع بعض من كم الجماهير ومن كم الجو الحماسي جوه الملعب ومن بعض الضغوط طبعا جوه الملعب، طبعا ضغوط نفسيه ومطالبه بثلاثه بونت في ظل برضو وجود قدامك فرقه قوي. محترمه وقويه. بس يمكن الفترة دي شوية تختلف عن الفترة اللي احنا فيها، كانت يمكن في ارتياح شوية، كان في كم من اللاعبين، مش عايز اقول لك ان المباراة دي كانت بتبقى صعبة، هو كده كده المباراة دي كانت ليها طبعا حساباتها، بس كانت دايما بتحسم بدري، يعني كان دايما بتحسم زي فكرة 4-2 2-0 و3-2. كانت الفترة دي طبعا كان الفريق فيه كم من النجوم طبعا اللي عندها فروقات الفردية اللي هي ممكن تصنع لك الفارق في الملعب. طبعا مدير فني بحجم مستر مانويل طبعا الاداء كان مختلف تماما، حتى الدوري كان مختلف يمكن بالنسبه لنا شويه. دعم الجمهور كان مهم جدا بالنسبه لكم، كان اللاعب رقم واحد وكان فارق معاكم في ادائكم جوه الملعب؟ طبعا وفارق دلوقتي مع اداء النادي الاهلي طبعا. انت شايف ان المدرجات او اهلي وزمالك بدون جمهور هي قمه بلا روح؟ هي قمه مسمى بس، يعني هي قمه ليها علاقه بس بادارتين عشان اسمين اهلي وزمالك، لكن الجمهور هو ده اللي بيضع في القمه روح. طبعا انت اتفرجت على المباراه طبعا بعيدا عن الجماهير، المباراه مش احنا قاعدين بنتفرج على المباراه برضو في حاجه كبيره قوي ناقصه في الماتش، مش شايفين حاجه في الماتش ليها علاقه باللاعبين او اي حاجه، احنا شايفين ان هي طموحات داخليه بين اللعيبه وبين الادارات بس، لكن ما شفناش طموحات الجماهير او لعيبه في الملعب عايزه تنفذ الحاله اللي واصله لها من الجماهير، كنا هنشوف شكل مختلف اكيد في الملعب. المباراه دي عملت لك يعني علاقه او
يعني فتحت مع جمهور الاهلي مع احمد حسن السكوزه صفحه جديده، وبداوا ان هم علاقتهم تبقى قويه بيك، وبداوا ان انت يتعلقوا بيك بسبب اهلي وزمالك، ولا جمهور الاهلي يعني من اول يوم هو احمد حسن السكوزه بالنسبه لهم خلاص هو في علاقه ود وحب ما بينهم، ولا اهلي وزمالك ومباراه قمه بتكسب فيها وبتلعب فيها اساسي بتخلق علاقتك كويسه مع الجمهور؟ طبعا يعني هو مبدئيا هي لما انا رحت النادي الاهلي ممكن اداي اول اربع خمس ماتشات مثلا في الفتره اللي هي قبل نادي الزمالك اوكي لعيب كويس، بس ما كانتش اتخلقت الحاله دي. طبعا مباراه الاهلي والزمالك دي دايما بتنجم لعيبه قوي صح وبتطفي لعيبه قوي صح، اللي بيوفق في مباراه زي دي بيبقى في منطقه تانية خالص، واللي يعني ما بيبقاش موفق في مباراه زي دي برضو بيبقى في برضو المباراه اللي فاتت برضو مثال طبعا لبعض من هنا ومن هنا، برضو في لعيبه عاليه قوي في لعيبه نزلت قوي. قبل ماتش طبعا 4-2 خاصه ان انا كان ليا دور في الهدف الاولاني، انا كنت شايط وتريكا يكفيك في مباراه زي دي انك انت تعمل كده يعني مجرد بس سؤال وانت مروح ايه بقى الجمهور والناس اللي عندك وجيرانك؟ انا مروحتش عارف اروح شفت عشان بس دي حاجه بتكون يعني بتكون حاجه ممتعه لعب كره القدم ان هو بعد مباراه مهمه مصر كلها مصر يعني وطن عربي وافريقيا كلها طبعاً. شافوك فانت مروح بقى فعرفت بس فعلا ما عرفتش تروح ولا بجد؟ لا دي حقيقه انا طبعا إيه؟ انا اخويا اتصل بيا طبعا وقال لي الدنيا هنا مقلوبه فانت مش هينفع تيجي دلوقتي طبعا هتعمل لنا مشكله يعني فجاه لانك انت كمان انت بتلعب مباراه زي دي وكمان كنت سبب في المباراه طبعا في هدف في اول المباراه وفتحت النتيجه بقت 4-2 فطبعا لقيته بيكلمني بيقول لي اكيد انت سامع صوت الناس يعني فحاول انت ما تجيش يعني احنا كل كلامنا ان هو ما جاش ان هو هيطلع على معسكر ان اي كلام وفعلا انا في اليوم ده ما روحتش يعني حتى ما حدش عارف يسربك كده بالليل كده يدخلك بالليل لا مش مشكله اليوم ده يعني انا كان بالنسبه لي مش مشكله ممكن اليوم ده اهرب يعني بلاش اليوم ده اهرب لان انا اخواتي بداوا يقولوا لي انت لو جيت هتبقى هنا الموضوع هيبقى فيه زيطه شويه انت عارف طبعا النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي طبعا الحب والحماس اللي في المباراه ازاي ديت وانك انت تكون من مكان نفسه وتشارك في المباراه ديت طبعا وتكون انت مثلا سبب في المباراه والمباراه دي الحمد لله كان ادائي في المباراه كان ادائي كويس وكنت من يمكن من الكلام عليا ان انا كنت من مفاجاه المباراه وان العب في مركز مختلف والحاجات دي كلها طبعا كانت عامله لي برواز شويه فخلى ردود الافعال معايا الناس يعني كانت ردود افعال جميله. سالتك سؤال في الفاصل لكن اجابته انا كنت مستغرب منها او متفاجئ منها، قلت لك اغلى بطوله دوري فرديت عليا رد كده رد طبعا جميل بالنسبه لي لكن قلت معقوله كده الدنيا كانت سهله وبسيطه؟ لا هي الدنيا كانت بسيطه بالارقام يعني لا بس عايزك تقول لي يعني اغلى بطوله دوري بالنسبه للساكوزا تقول لي ايه بقى؟ انا عايز نفس الاجابه اللي انت قلتها لي. يعني في الفتره اللي احنا كنا فيها دي ما كانش في بطوله صعبه عشان تبقى غاليه يعني انا عشان ابقى صريح طبعا بعيدا عن اي حاجه او بعيد عن اي تحيز حلو قوي يعني كانت دايما البطوله محسومه بدري يعني دايما كانت البطوله كانت محسومه قبل الاسبوع السابع مثلا كده مثلا اخر 7 اسابيع كان بيبقى خلاص الدوري محسوم واحنا مركزين في البطوله الافريقيه عندنا كاس سوبر ليه كمان بتكون محسومه في بعض الاوقات يعني انتوا يعني قدرتوا تفوزوا بافريقيا مع مسلمانو كل البطولات كاس عالم انديه كنتوا موجودين افريقيا دوري كاس اخدتوا كل حاجه اول 3 سنين انا فاكر اول 3 سنين كانت بدايه كاس مصر خرجنا من كاس مصر في مباراه كانت صعبه كانت تقريبا في بلديه المحله تقريبا المحله وقعدنا 3 سنين خدنا كل البطولات اللي هي كانت في الفتره دي دوري السوبر افريقي السوبر مصري الافريقي رابع عالم كان مرتين وصلنا كاس العالم الانديه قدمنا بعد كده الرابع عالم كان في اداء محترم الفتره دي كلها اللي انا كنت موجود فيها في النادي الاهلي ما كانتش في بطوله يعني مش هقول صعبه يمكن انا شايف ان كانت اصعب بطوله قابلتنا كانت بطوله افريقيا اللي كان فيها مباراه الصفاقس الصفاقسي دي كانت بالنسبه لنا اللي هي البطوله اللي كانت واصله على المحك والماتش هيروح وماتش هيجي قبل كده كانت دايما بتبقى البطولات محسومه. كنت موجود بدري. في المباراه دي يا كابتن احمد؟ كنت موجود كنت قاعد فوق بقى على البيتش فوق انا وشوقي إيه؟ عملتوا ايه قبل الماتش وكان احساسكم ايه وانتم مسافرين النتيجه هنا طالعه ايجابيه 1-1 وبالتالي كان النادي الاهلي ما قدموش حل غير ان هو يفوز كان عندكم يقين وكان عندكم ثقه ان انتم تقدروا تعملوا حاجه لجمهور الاهلي وتفرحوا جمهور الاهلي وتفرحوا نفسكم بلقب غالي جدا عليكم؟ هو مش هنكر طبعا ان الموضوع كان صعب خاصه كانت المباراه هناك كان يعتبر النهائي هناك بس انت كنت موجود في النادي الاهلي وعارف الدوافع كتير قوي في النادي الاهلي يعني النادي الاهلي دايما يخلق لك دوافع ودايما يخلق لك حافز للمباراه ودايما يخليك رايح المباراه في حاله البطل او انك انت لازم تعمل كده الناس دايما بيبقى في النادي مع النادي الاهلي ما بيحفزوش
ودي اكتر حاجه بتخلي الحافز عند اللعيبه عالي. هو ما بيحفزش قد ما بيديه، بيبقى حاطط فيه ثقه جامده قوي زي في الدوري يعني. الموضوع منتهي، ناس عندها ثقه لحد اخر لحظه انك انت هتاخد الدوري، ودي غريبه. وانا واحد من الناس كنت بدات اشك في وقت من الاوقات، ايا كانت ثقتي في النادي الاهلي وامكانيات النادي الاهلي والفروقات الفرديه عند لعيبه النادي الاهلي، ان انا ممكن افنش ومعايا بطوله الدوري وفارق 8 بونت. انا كنت دي انا شايفها بالنسبه لي كانت مستحيله بقى يعني، برغم ثقتي في النادي الاهلي جدا. كانت مباراه صفاقس طبعا، كانت الاستعدادات من هنا كانت كان مستر مانويل مجهزنا نفسيا جدا ان احنا برضو رايحين ناخد البطوله من هناك. الشكل اللي كان محطوط جوه الملعب كان شكل دفاعي هجومي تماما. حتى هو كان بدا الشوط الاولاني ان هو كان مستر مانويل بيبدا دايما في المباريات اللي زي دي ان هو بيقفل نص الملعب تماما، فكان بيلعب بثلاث ديفندرات، وفي الشوط الثاني بيبتدي يغير الشكل. فاكر تقريبا اكوتي لعب المباراه، كان اكوتي جوه كان اتصاب ورجع من الاصابه تقريبا. بس كانت برضو مغامره من مستر مانويل ان هو يدفع بلاعب رجليه مش في الملعب قوي، وان هو يعني بتكلم على مغامرات مستر مانويل والثقه اللي موجوده في كل لعيبته ان هو اي حد هيكون موجود هيأدي بنفس الاداء اللي هو عايزه واللي هو بيفكر فيه بالظبط. لان هو اصلا كان مستر مانويل كان ممكن الناس من وجهه نظرها شايفه ان هو بيغامر، هو ما بيغامرش. هو عنده بديل كفء يعني، هو لو اللعيب دوت حصلت حته الاصابه تاني، قررت الاصابه او كان واخد انذار فطلعته عشان خايف، الدكه كانت الدكه عليها كان عليها نجوم قاعدين بره. حتى هو بيبقى دايما تفكيره، هو كان مستر مانويل بيعرف يستغل كم اللاعبين وكم النجوم دي، وكانت احسن حاجه انت في فتره انت عصرتها في الفتره ديت انك تبقى قاعد نجم بره وينزل يؤدي بالاداء ده، دي كانت حاجه غريبه. وفي ظل ممكن يكون عماد متعب جت فتره كان كله بيقول هو عماد قاعد ليه، يجيب جونين ويقعد، والمباراه اللي بعديها تبص تلاقيه نازل بيأدي جدا، ما فيش حته ان ما ينفعش اقعد دلوقتي او انا قعدت ليه وانا مقدم مباريات كويسه او مهدف، ما كانش في الكلام ده خالص. في مباراه صفاقس تقريبا احنا كنا قاعدين، كان بدات الاحتفاليات تشتغل في الملعب خلاص، انتهى من جمهور تونس. من جمهور تونس كانت الاحتفاليات خلاص، واحنا كنا قاعدين اللي هو كانت المباراه خلاص انتهت، وده طبيعي يعني، شيء طبيعي عادي جدا ان اتخطف. كنت قاعد فوق في المدرجات في البيتش، كنت انا وشوقي قاعدين كده، وكان معانا وكان في فنانين وكان في ناس كتير قاعدين معانا، وكان المباراه خلاص بالنسبه لنا بتخلص. عندنا امل بس يعني حاسين ان الموضوع خلص، والاجواء نقلت حاله لكل الموجودين ان خلاص احنا مستنيين الصفاره طبعا، اللي هي اول بدات الكوره من عند شادي طبعا. الكوره خلاص تلت ملعبك، انت في كل لحظه مستني تسمع صوت الصفاره خلاص يعني. وبدا شماريخ بقى تضرب، والجماهير واللاعبين في الملعب نفسهم بداوا يتفاعلوا مع الجماهير. بص يا كابتن احمد، الكوره هي رايحه، كابتن شادي لعبها بالظبط كده. عايز اقول لك عملت ايه في اللحظه دي بقى؟ كنت انا وشوقي نطينا البيتش اللي قدامنا، وكنا تحت يعني، كنا تحت على الليفل اللي تحتينا، والناس اغمى عليها، وكان في حاجات كده غريبه بتحصل، لان احنا برضو ما كناش مصدقين. يعني احنا برضو لغايه لما بوتريكا خرج بره احنا برضو ما كناش مصدقين. ده كوتي اهو قبل دي من افضل اللحظات اللي مرت عليك وانت يعني بره الملعب مع النادي الاهلي. فرحه غير طبيعيه، مش طبيعيه. وانا اعتقد ان انا لو كنت موجود ساعتها برضو في مصر وقاعد في اي مكان كنت برضو عملت نفس المطعم. طيب سألك سؤال، جوه الملعب احساسك بيكون غير بره الملعب؟ يعني جوه الملعب بيكون اعتقد ان انت اعصابك اهدى شويه، بره الملعب ما بتعرفش تتحكم في اعصابك صح؟ لا 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 طبعا خالص. انا دايما الناس بتبقى حاسه ان اللعيبه جوه الملعب طب ما هم اكيد متوترين زينا كده، لا هو ما فيش توتر خالص، هو اللعيب حاسس ان في ايده حاجه ممكن يعملها. لا فرحه كانت يعني، الحكم لما صفر بقى خلاص الملعب اتقلب، كل الافراح اللي كانت في فعلا كابتن احمد خلاص بقى وقفت، الملعب بقى سايلنت فجاه يعني. صواب. لا 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 سكوت تام. انا عايز اقول لك ان اول لما الجون جه، انت تخيل انت الاستاد مقفول، انت مش سامع صوت غير صوت لعيبه الاهلي اللي على دكه البطولة اللي بيحتفلوا مع اللعيبه اللي في الملعب، 30 واحد في وسط الالاف دول. ما احمد السيد عايز يخش ياخد الكاس على طول، احمد السيد هياخد اي حاجه. انت عمال توديني عليهم بصراحه، وانا مش عارف انا ما بتوصلش. طيب تعالى يا كابتن، طيب احنا اتكلمنا على الجمهور واتكلمنا عن اهميه الجمهور سواء في ماتش صفاقس والجمهور المنافس او جمهور النادي الاهلي، تعالى نشوف تقرير مهم عن جمهور النادي الاهلي او الجمهور بشكل عام، ونرجع نكمل مع الكابتن. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الفقره الثالثه والاخيره مع نجم نادي الاهلي الكابتن احمد حسن استاكوزا. كابتن احمد، اتكلمت قبل الفصل عن احمد السيد، بس انا خلاص مش هكرر تاني عشان احمد السيد حبيبنا. لكن عايز اكلمك على المواهب المصريه، وزي ما اتكلمت كابتن احمد ابو مسلم على المواهب المصريه اللي موجوده، هو كمان بيلعب باك ليفت وبيلعب في الجزء الدفاعي،
واتكلمت معاه على علي معلول واتكلمت معاه على جلبرتو. عايز اتكلم معاك على حته نص الملعب وحته حته الهجوم. هل انت شايف ان احنا في مصر بنفتقد شويه الى بعض المواهب اللي موجوده في الكره المصريه، وان كل ما بنتقدم في الزمن كل ما المواهب بتقل؟ ده طبيعي جدا، لان دلوقتي الكره بقت واخده شكل خططي اكتر واداء اكتر، يعني ما بقتش حتى الحلول اللي هي الفرديه دي بقت في مواقف معينه. كل لعيب بيبقى مشارك في ضلع الملعب كله، بيبقى متقسم مربعات، مش مطلوب من اي لعيب ان هو يبتدي يشتغل بشكل فردي. ويمكن احنا لو بصينا على الاداء الفردي في المباريات بشكل عام، هتلاقي في اوقات محدوده وفي اماكن محدوده، مش في اغلب المباريات. دايما المدرب دلوقتي او المدير الفني بيبقى مدي حلول غير الحلول الفرديه، بيبقى مدي حلول عن طريق شكل الخطط للملعب او عن ازاي هننفذ الهجمه المرتده ديت. ما بقاش الموضوع انك انت هتنفذ عن طريق انك انت بتدي اللعيب المهاري اللي هو بيفك لك، لا، هو اللعيب المهاري ده اصبح بيبقى ليه موقف اللي هو لما الريتم بيقف شويه او لما ما بتبقاش عارف تخرج من منطقه، فبتبتدي تستغل الاداء الفردي اللي عنده. فدوت قلل شويه، قلل حتى حته المدربين دلوقتي بقت بتبص على القوه، وبقت تبص على السرعات، وبقت تبص على التسديد من بره ال 18، لان دوت كله بقى بيواكب الخطط اللي هي الحديثه. فانا شايف ان فعلا الحاجات اللي هي ليها علاقه بالمهارات واللعيبه المهاريه قلت كتير. طبعا بطوله الدوري السنه دي شايف، يعني شايفها ازاي بالسلبيات اللي كانت موجوده فيها؟ اكيد عندنا بعض الكومنتات او التعليقات السلبيه، لكن النادي الاهلي قدر ان هو ينتصر على حاجات كتيره جدا علشان يفوز ببطوله الدوري. اكيد طبعا، بس هي هل ليها علاقه على الدوري بشكل عام ولا بشكل اللي هو يخص النادي الاهلي؟ انت قصدك ان انا ارد على جزئيه؟ لا، انا عايز اعرف منك ان الدوري، رايك في الدوري بشكل عام والصعوبات اللي كانت موجوده فيه، وان قدره النادي الاهلي على الفوز بالبطوله بالرغم من وجود تحديات كتيره جدا جدا، وده سمه من سمات النادي الاهلي. واكيد انتوا يعني انت دخلت وشفت المطبخ جوه عامل ازاي. بالظبط بالظبط، بس انا شايف طبعا ان احنا عشان نتكلم على الجزئيه دي يبقى مبدئيا هنتكلم على الدوري بشكل عام. طبعا طبعا، وعلى تنظيم الدوري بشكل عام. طب رايك في المستويات الفنيه ايه في الفرق؟ والله انا المستويات الفنيه خلاص بقت بعيده تماما عن، يعني احنا دلوقتي ما بقيناش نحس ببصمه مدرب، يعني يمكن لما بنيجي نشوف اداء كابتن ايهاب جلال او حاجه فبنحس فرق، يعني بنحس ان في اداء، بنحس ان في اداء مثلا في دجله، بنحس ان في شكل خططي جوه الملعب. لكن اغلب المباريات كل الفرق بتعتمد على اتنين افارقه قدام سرعة اقوياء، اتنين قافلين جوه الملعب، اتنين ديفندرين يبقوا قافلين جوه الملعب عندهم، ونبتدي نشتغل على السرعات دي اللونجات دي، ولما اللاعب بيبقى موفق فانا بكسب. مش هتلاقي فرقه بتخرج عن كده، دايما الفرق كلها بتلعب على السرعات وما بتلعبش على حته النقل من تحت او شكل خططي قوي. يعني المدير الفني بيلاقي ان هو حل سهل، ان انا اجيب فيرويد عنده سرعات يشترك في العالي، ياخد ويروح عنده تسديد، وباقي الملعب بيبقى واخد شكل التنظيم الدفاعي بس مش اكتر. طب انا عايز اسالك سؤال على نقطه المهاجم الافريقي. هل يا كابتن احمد، هل حضرتك شايف ان مفيش مدرب يستطيع انه يجيب ولد صغير ناشئ، يعني راس حرب، يشوف عنده الموهبه والامكانيات ويبدا ان هو يشتغل عليه، ويبدا الجيل او المدرب اللي بعديه ياخده منه واللي بعديه ياخده منه، يزرع فيه القوه والسرعه والصفات اللي احنا مش بنلاقيها غير في المهاجم الافريقي، علشان كل اللي عندنا في دماغنا انه افريقي فقوي. بالظبط. هل ده يا كابتن ممكن يحصل، ان احنا نبدا نشتغل على الناشئ ونزرع فيه او نحط فيه القوه والسرعه علشان يبقى مهاجم يعني يواكب او يوازي المهاجم الافريقي، ولا صعب؟ لا، ده كلام جميل قوي يا كابتن، سؤال جميل قوي، بس هي القصه كلها مش مين هيصبر. هو كل المدرب بيجي، هو مش مدرب هيستمر معاك سنتين ثلاثه زي ما بيحصل في الارسنال او مانشستر. هي القصه كلها انا جايه فتره معينه، لو ما اثبتتش فيها بمشي، لان مفيش استقرار في الدوري المصري. طب الناشئين يا كابتن احمد، الناشئين الدنيا دلوقتي بقت واخده شكل تاني. انا ممكن اكلمك عن الناشئين، ده عملك وده شغلك، وانت شايف ان ده يعني حاجه ممكن نستثمرها في النادي الاهلي على الاقل، او نستثمرها في الكره المصريه، ان احنا عندنا مثلا نواقص في راس الحرب. طب ايه الحل عشان نجيب راس حربه محترم، راس حربه يكون عندنا، نرجع بقى كابتن خطيب، كابتن حسام حسن، كابتن عماد متعب، كابتن عمرو زكي، نجوم كثيره جدا كانت موجوده في مصريه بتلعب في منتخب مصر ومكسره الدنيا. هي برضه هي نفس المشكله، هي مفيش مؤسسه ثابته، يعني حتى مفيش مؤسسه ثابته في الناشئين في البراعم، مفيش حد بيقدر يعمل خطه لقدام لانه هو بنسبه كبيره مش هيكمل معاه، ولو عمل خطه هو ما بيكملش، فبيجي حد تاني يبدا تاني بيبدا تاني وبيتكلم على شغل القبليه. بالظبط كده، زي ما انت بتقول كده، يعني مش هيشتغل على شغل قبليه، فبيبتدي يبدا من الزيرو، او بيبتدي يبدا من وجهه نظره على اساس ما بقاش انا بكمل شغل حد قبل. الاداء في العالم كله خد شكل،
جديد خالص. الجديد الشكل الجديد ده حصل منين؟ حصل من البراعم. بدا ياخد شكل جديد. فجاه لقينا العالم كله بيلعب تيكي تاكا وبيستلم تحت الضغط خصم، بيلعبوا في مساحات ضيقه والملعب تلت داء، وكل لعيبه بتستلم كويس، كل لعيبه الباص طالع كويس. كل دوت اتعمل في ايه؟ ده كل ده اتعمل للعيب الجاهز من هم في البراعم. مؤسسه بتطلع واحده واحده. مين هنا في مصر بيصبر على كده او بيصبر او بيحط خطه طويله المدى؟ مفيش، ما بيحصلش طويله المدى دي خالص. فاللي بيجي دايما بيبقى عايز يقطف اللعيب الجاهز، اللعيب اللي هو عنده امكانيات، ده عنده سرعات وده عنده امكانيات. طب في لعيب ممكن انك انت تزوده، هياخد وقت. انا عشان اجهز لعيب هياخد وقت. طب ليه اجهز لعيب واخد وقت وانا ممكن بشتري لعيب افريقي في ثانيه؟ انا بقعد مع وكيل لاعبين بيجيب لي لعيب عنده السرعات وعنده الباور. ممكن تبقى عنده حته الفنيات قليله، بس اكيد السرعات والباور اللي عنده دي هتفرق مع المساكين الموجوده في الدوري المصري. فبالتالي هيقدر يخطف لي، هيخطف لي ماتش، هيخطف لي جون، هيخطف لي 3 بونت. وهو ده المطلوب، لان انا في الاخر بطلع بتحاسب على النتيجه. فعايز المدرب، عايز الفيرود اللي يترجم لي ده. هل الكره الافريقيه كابتن اختلفت عن الفترات اللي حضرتك كنت موجود فيها؟ يعني بنتكلم على بطوله افريقيا، هل يعني المواهب والصعوبات كانت اكتر في وقتكم، ولا دلوقتي في صعوبات اكتر وفي مواهب اكتر، ولا الفرق الافريقيه دلوقتي بقت تطلع كل اللعيبه بره وبالتالي لا يوجد مواهب، وبالتالي البطوله الافريقيه بقت اسهل للنادي الاهلي؟ لان فيهم بالظبط انا عايز اسال وعايز اعرف. انت عايز تعرف تفصيليا؟ لا هي طبعا انا شايف ان دلوقتي اصعب. اصعب طبعا. تمام. لان دلوقتي بقى في عمليه تجديد دم حتى للمدربين، يعني بقوا يستعينوا بمدربين. فالمدربين دلوقتي، احنا الاول كنا بنلعب ازاي نبعدهم عن منطقه السرعات والقوه اللي هو دايما اي فريق افريقي بتلعبه بيبقى عايز ياخدك من المنطقه دي، لان هي دي المنطقه الاميز اللي عنده. تمام. وبعدك عن الفنيات والنقل والمساحات الضيقه، لان هو بالتالي اي فرقه موجوده من شمال افريقيا الدول العربيه لما بتلعب الشغل اللي هو الاداء الفني هو بيبقى اعلى. عشان كده دايما بيحاول هو يفرض عليك انك انت تخش معاه في منطقه السرعات والاشتراكات وكده. فطبعا وجود بعض المدربين دخول ان هم يبتدوا يحطوا دوت ويدعموه بالفنيات وبالشكل الخططي، اكيد صعب الموضوع شويه. انت كان الموضوع بالنسبه لك هو باور بس، دلوقتي لا، بقى في قوه. نفس الفكره هو في اوروبا النهارده بيستعين باللاعب الافريقي ويبتدي يديله شويه فنيات ويبتدي يديله شويه مهارات على اساس ان هو يبقى مستغل القوه بشكل عام. فده بقى موجود بنسب. اللي بيبقى لعيب كويس قوي طبعا بيبقى في الاحتراف، لكن ما عدا ذلك اللي موجودين لا، يتعبوا جدا المنطقه الافريقيه كلها. تمنيات الكابتن احمد حسن استاكوزا في الموسم القادم لبطوله الدوري، عايزه يكون دوري شكله عامل ازاي؟ يعني هقول لك والله انا عايز بشكل عام. طبعا انا عندي طبعا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للدوري بشكل عام، اتمنى الاستقرار، اتمنى ان اتحاد الكوره يبقى فيه تنسيق في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه. اكيد كل بطوله من دي ليها اللائحه بتاعتها، ان احنا ما نبقاش ضاغطين كل فرقه داخله في بطوله عربيه او داخله في بطوله افريقيه اكيد هي مستعده وعندها من اللاعبين اللي هي تخليها تلعب هنا وتلعب هنا. مش عايزين بقى اللي هو كل شويه نعمل مباريات ومؤجله وافضل طول السيزون بقول ده المباراه دي مؤجله ولا دي المباراه الاسبوع الكام. اتمنى يبقى فيه تنسيق، وان شاء الله باذن الله يبقى في لجنه تتشكل بدري تعمل لنا طبعا التغيير ده ان شاء الله. كابتن احمد بشكرك، استمتعت بيه جدا جدا، الحوار كان شيق وكالعاده يعني منور في بيتك قناه النادي الاهلي. شكرا ربنا يخليك حبيب قلبي، وشكرا ليك والف مبروك للنادي الاهلي، وكل سنه وقناه الاهلي طيبه كده، وان شاء الله باذن الله من نجاح لنجاح ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن احمد. دي كانت الفقره الثالثه والاخيره مع احد نجوم النادي الاهلي الكابتن احمد حسن استاكوزا. هختم مع حضراتكم لكن مع الكابتن اسلام الشاطر ان شاء الله في ملعب الاهلي وصفقه النادي الاهلي الحديثه، واحد من اهم الصفقات اللي هتكون موجوده في الموسم القادم. الكابتن محمود متولي المنتقل من صفوف نادي الاسماعيلي الى النادي الاهلي، حلقه ان شاء الله تكون الساعه 11 ان شاء الله تستمتعوا بيها مع الكابتن النجم الكابتن اسلام الشاطر. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.